Şibidi. İyi o adam. Şibidi o kadar. السلام عليكم الخوت، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم بزاف بزاف والله العظيم. الى فيسبوك راه غادي بواحد الفيديو اللي هما مزيانين، والناس ديال اليوتيوب انتم مرحبا بكم، والناس ديال فيسبوك مرحبا بكم في يوتيوب عندي، هذه راشين ديال اليوتيوب، والناس ديال اليوتيوب مرحبا بكم، هذه فيسبوك ديالي وانستغرام ديالي، شكرا لكم كاملين. واللي تفرج شي حاجه ما يبقاش عندنا بلي لايك، هادشي اللي كنطلبو منكم تجازيونا وتتشكرونا غير بلي لايك، هادشي اللي كنطلبو منكم. وكيف ما شفتو في العنوان الكلب اللي كان خديت الكلب صاحبي من سيدي قاسم صنع لي ثلاثه، قال لي راه ما بقاش عجباني ولا كتجيب فيه حاجه خايبين، قال لي بغيت نبيعها. غادي نمشي نشوفو الكلب اللي دايره، ولكن انا ديك الكلب عجباني وما غادي نحاول نقنعو باش ما يبيعهاش ان شاء الله. ونتمنى تكونوا كتسمعوا الصوت على ود الشيء الطاجي ديال الفراق، داكشي اللي الفيديو كنصوروه من المحل، هادشي اللي كاين معنا دابا الخوت غنمشيو عندو ان شاء الله، غادي نصدوه الدار نشوفو الفيديو ونشوفو السبب علاش بغا يبيعها، وانا نحاول نقنعو باش يبيعها، ولا كان بغا يبيعها خليكم النمر ديالو وتصلوا به، راه هاك اللي فات زوينه هادشي اللي كنقول لكم. يلا نتلاقاو عندو، واحد جوج. المهم الخوت جينا عند الدراري عند القنيبه، ونتمنى هاد لا فيلمي ديال داك ارجنتيني لا جابها الدراري صاحبي، راه ما شاء الله راه الله يبارك، غتلقى واحد نيو بوست في انستغرام ديالها هي، راه شي حاجه الله يبارك لكم. الكليب اللي هضرنا عليكم ورا الكليبه راها ديال المالي نوايا ديك الخوت اللي هضرنا عليها. جونتينا الخوت اللي بغيت نقول لكم راه ان شاء الله راه قريب يكون واحد الوليدات ديالها، راه ما شاء الله يعني كما كانت كليبه زوينه راه والله ما غادي نصورها الخوت، راه الله يبارك. والناس ديال داك ارجنتين راه عارفينها، والتحيه لكم كاملين. هادشي اللي كاين قريب نكون فيهم واحد المار شي حاجه الله يبارك زوين، فاش يوجدوا وليدات ديالها راه غادي تلقاهم ان شاء الله عندي فلاشين. هادشي اللي كاين. هذه الكليبه ديال المالين اللي كنا جبنا من سيدي قاسم. الدري باغي يبيعها اللي عجبته ولا شي حاجه مرحبا بكم، انستغرام نخلي لكم دوزو تتصلوا به، انا غادي نشوف شمن النمره اللي غادي يدير باش يخليها لكم. السبب اخويا علاش باغي تبيع الكلبه؟ خويا ما ديش ما نقول الكلبه اغريسيف تبقى تعض لي موين بيكالا موين ماطرا، انت دابا شفتي وكل نهار مره تلقى رجل طالعه مره رجل هابطه، انت واخا تتعيا ما توكل باقا ما تتبان لا فورما لا والو، بحال اللي ضيعنا فلوسنا وشرينا وكل شيء. وانت خويا ما هذوش المهم تشوف الخوت هاد العيوب اللي قال راه ما يمكنش يقولهم شي واحد باغي يبيع، هذه اول حاجه يعني هو قال لهم جاكم الصراحه هادشي اللي كاين، ولكن انا غادي نحاول نخدم معاه دابا شويه لا ديسيبلين داكشي، وغادي يشوف راه بانه الكلبه راه تستحق تبقى عنده. ما عليناش الخوت، غادي نخليكم مع واحد الفيديو دغيا خفيف ظريف باش تشوفوا الكلبه كيفاش غادي نخدموا معاها، وتشوفوا ديك الساعه كاركتير ديالها كي داير. ستيلا عكاسه وشتيلا شتيلا يلا شتيلا عارف راه تتصور موالفه. المهم الخوت مشيت دبرت على قصبه دغيا، دبرت عليها وهذه ديال الشمرتل ولا ديال الشتب ولا كل واحد شنو كيقول لها، غادي نخدم معها شويه ديال العضان وداك الشيء، غادي نبين له حيت لا بلي بارت الناس عندهم مشكل ديال هاد العضان هذه، وانا عارف هاد الكلبه كتعض مزيان يعني غتطلع ان شاء الله زوينه، وغادي نقنعو دابا غادي نقنعو بانه باش ما يبيعهاش. Oh, my God.
وي ايوا ايوا شي فيديو هذا شي فيديو شي فيديو كيو وي باقي تبيعها ما تعاودش تبيع الكلبه اللي ما توصل عند رضا تخيط رضا وجد المالين ما تخيط دابا تحيه الرضا الفيتيرينير ديالنا جرب كلبه هي عشرة بيها يا دفا وين دفا جر جر دفا جر ساسي بيها وي ساسي بيها بازا مشيتي يا ابو هي مشيتي اشهد اخوتي خونا وكان شافي عشيري خوت نتمنى دوك ارجنتين تكون عجبتكم ولا فيميل هذه عجبتكم راه الدري يبيعها وعلى هذه البسالة هذه راه كنبغي نبيعها ولكن قلت بانني غادي نخدم معاها ان شاء الله خدمه زوينه هذا الشيء اللي كاين الكليبه ها هي كيف ما قلت لكم راه ما بقاش البيع السموحات نتمنى الفيديوهات الجايين يكونوا زوينين ونزل الفيسبوك مرحبا بكم ونزل اليوتيوب مرحبا بكم ونزل الانستغرام مرحبا بكم وراح تلقى لكم واحد البوست ديال دوك ارجنتين شي حاجه واعره مفرقعه واحد تلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله.